طيب جماعة، سلام عليكم. الأول عايزين نعمل كوريكشن لهوم ورك طويل عريض. هو موجود عندكم موديل أنسر في الكتاب بتاعنا، بس برضو المشكلة الدرس ده مش هتتحل غير لما تمد إيدك وتحل وتحول الكلام اللي موجود ده لرسمة هندسية. طب إزاي؟ تعالوا هنشوف. قصة الإليفيشن والديبريشن هي قصة ما فيهاش أدنى مشكلة إلا حاجة واحدة بس، ان انت تعرف انت بتبص على ايه. بتبص على حاجه مرتفعه يبقى دي اسمها elevation، على حاجه منخفضه دي بسميها depression. وسواء elevation او depression لازم تكون included ما بين الهوريزونتال ري والحاجه اللي انت بتبص عليها. تعالوا هنا في السؤال الاولاني بيقول لنا ايه. From the point on the ground. ماشي، ادي من نقطه على سطح الارض. ايه اللي حصل؟ بيقول هنا A man found that the measure of the elevation angle of the top of a tower. هنقول ان ده سطح الارض، هنقول ان هو ده التاور اهو. مين النقطة ديت؟ التوب بتاعته. مين النقطة دي؟ تعتبر البيز بتاعته. لأن الـ angle of elevation of the top اللي هي الانجل دي it will be كام يا جماعة؟ قال لي 20-35. ادي 20 و35. ماشي. When he walked horizontally towards the base of the tower. يبقى معنى كده ان هو مشي ناحية البيز of the tower. وصل لغاية فين؟ اي حتة. مشي قد ايه؟ مشي 50 متر. يبقى المسافة بتاعتنا دي بتساوي كام؟ 50 متر. ماشي. Of the tower 50 meter, the measure of the elevation angle of the top of a tower became 42. ما هو معروف ان لما كل ما اقرب من الحاجة الـ angle of elevation بتزيد. لأن الـ angle of elevation it will be كام؟ قال لنا 42 degrees. عايز ايه؟ Find the height of the tower. أنا عايز الـ height بتاع الـ tower ده بيساوي كام؟ طبعا معروف ان الـ angle دي بكام؟ بـ 90. الموضوع بسيط جدا جدا. لما اجي دلوقتي انا حولت الشكل اللي عندنا لشكل هندسي، لو انا سميته مثلا هنا A وهنا مثلا B وهنا مثلا C وهنا اسمها D، خلاص انا نسيت المسألة وكل مشكلتي ان انا اجيب الهايت ده بيساوي كام. طب السايد ده موجود في الترانجل الصغير ده، والسايد والترانجل الصغير ده ما فيهوش ولا سايد. ما ينفعش امد ايدي على ترانجل اعرف اعمل سولفنج ليه الا على الاقل لازم يكون في سايد موجود فيه. اذا لازم يبقى في ترانجل مساعد. جماعه انا هشتغل على الترانجل الاولاني ده عشان في سايد، وبعدين علشان اجيب السايد ده، علشان اشتغل على الترانجل ده علشان اجيب السايد ده. بس كده؟ قال لي اه بس كده. طب ما يلا بينا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب الانجلز اللي موجوده عندي في الشكل كله. طيب مبدئيا الانجل دي 42، طب الانجل اللي جنب منها المفروض بقيه ال 180، يبقى بتساوي كام؟ 138. تمام تمام. طب عندنا الانجل دي ب 20 35 والانجل دي ب 138، ينفع اجيب الانجل دي ولا ما ينفعش اللي هي الزغنونه دي؟ ينفع. هعمل 180 ماينس مجموع الاثنين دول تطلع 21 degrees و25 minutes. جماعه الموضوع خلص خلاص. انا دلوقتي هشتغل الاول على الترينجل المساعد، انا سميته واحد اللي هو الاي دي سي، علشان اشتغل بعد كده على الترينجل اللي هو الاساس اللي فيه السايد اللي انا عايزه اللي فيه السايد بتاع الهايت اوف ذا تاور اللي هو الاي بي. يبقى هشتغل على ترينجل اي بي سي والموضوع والقصه انتهت. هعمل حاجه اوفر حاجه بتساوي حاجه اوفر حاجه، وحاجه اوفر حاجه بتساوي حاجه اوفر حاجه. ويلا بينا نشتغل المساله مع بعض. مبدئيا بالنسبه للترينجل الاولاني، انا عاوز حاجه وعندي حاجه. انا محتاج الاي سي وعندي 50. طب هو الاي سي اوفر ساين الانجل اللي قصاده في الترينجل ده اللي هي 20 35. ادي ساين 20 35. طب وال 50 اللي هو السايد ده اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هي 21 25. ادي ساين 21 25. يبقى الاي سي اتجاب ولا ما اتجابش؟ اتجاب. هيطلع بكام؟ 48.
14. والموضوع يا جماعة طبعا meters. تعال بقى نشتغل على الترينجل التاني اللي هو ABC. حاجة انت عاوزها which representing للAB وحاجة بقت عندك اللي هو الAC اللي هو ب 48.14. هتقولي دلوقتي بالنسبة للترينجل ده الAC، هل الAC over sine الانجل دي؟ لا انا ماليش دعوة ماليش دخل بالترينجل ده دلوقتي، انا هقول الAC over sine الانجل اللي قصاده اللي هي sine 90. طيب والمفروض ان انا قلت الAC over ده هيساوي مين يا جماعة؟ هيساوي سايد اوريدي موجود على اللي انا عايزه اللي هو ده over sine 90. سوري انا قلت دلوقتي السايد ده over sine 90، يبقى هكتب هنا sine 90. والسايد اللي انا عايزه اصلا اللي هو الAB over sine الانجل دي اللي هي ب 42، يبقى هكتب هنا sine 42. يبقى الAB اتجاب خلاص، هعمل ده تايمز ده اوفر ده هيطلع بكام؟ 32.212. بس خلي بالكم كان بيقول لي تو ذا نيرست، عايز ايه؟ تو ذا نيرست متر. طب تو ذا نيرست متر يبقى انا مش عاوز بوينت خالص، يبقى معنى كده ان كل ده هيتكنسل لان هو اقل من الخمسه، يبقى الاجابه بتاعتنا فعلا 32 متر والموضوع انتهى خلاص. طيب تعالوا كده رقم 2 بيقول لي the measure بتاعت مين؟ of the angle of elevation of the top of a tower under construction، تحت الانشاء. from a point at a distance 100 meters from the base of the tower كانت 30. طب انا عندي دلوقتي مثلا يا جماعة التاور اهو، وادي النقطة اللي انا برصد بيها التوب بتاعته اهو. بيقول لي هنا the measure of the elevation of the top، مين ده؟ التوب of the tower under construction from a point at a distance، من نقطة بتبعد 100 متر، ادي النقطة اللي بتبعد 100 متر من البيز بتاعته، كانت بكام؟ قال لي كان ب 30 degrees. تمام. How many meters should the tower raise؟ يعني في كم متر المفروض ان التاور ده هيزيد؟ So that the angle of elevation of its top from the same point would be 45. يبقى المفروض ان هو بيقول لي يا ترى هيبقى كام متر المفروض ان التاور ده هيزيدهم علشان تبقى الاليفيشن انجل من نفس النقطة it will be كام؟ قال لي 45. ده القصة كلها. شكرا يا مسألة، تعالوا بقى نسميها. مبدئيا الترينجل الاساسي هو ABC والمفروض ان احنا زودنا التاور ده شوية علشان يبقى الاليفيشن انجل بتاعت التوب بتاعته من نفس النقطة، بدل ما تبقى 30 هتبقى 45. هسمي النقطة ديت نقطة دي. اول خطوة هات لي الانجلز اللي في الشكل كله، دي 30 ودي 90 يبقى دي 60. طب دي 60 يبقى اللي جنب منها ب 120. طب دي 120 ودي كلها ب 45 ودي ب 13 يبقى دي ب 15. طب دي ب 15 ودي ب 120 يبقى المفروض ان الانجل بتاعتنا دي بتساوي كام؟ 45. وشكرا الموضوع انتهى. طيب انت عاوز ايه دلوقتي؟ الموضوع بمنتهى البساطه، يلا بينا. انت عايز ايه؟ انا عاوز الزياده في الارتفاع بتاع التاور، انا عاوز الاي دي. طب هل الاي دي ده سايد موجود في انهي تراينجل؟ في التراينجل ده. طب الترينجل الصغير ده يا ترى في سايد واحد موجود فيه؟ لا. على فكرة انا ممكن اشتغل المسألة باكتر من طريقة، بس انا موحد لكم طريقة واحدة بس اللي هي ايه؟ ان انا بشتغل على ترينجل اساسي وترينجل مساعد. الترينجل المساعد يطلع لي سايد وبعدين اجيب منه سايد تاني ويشغلني فيه. يبقى معنى كده ان انا كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ انا هشتغل على ترينجل ABC رقم واحد علشان اجيب منه الاي سي، عشان اشتغل على الترينجل 2 عشان اجيب منه الاي دي، والقصه تبقى منتهيه. يلا بينا نتوكل على الله. يبقى مبدئيا كده هشتغل على ترينجل مين؟ هشتغل على الترينجل اللي اسمه اي بي سي، وبعدين هشتغل على الترينجل اللي هو اي دي سي. هعمل هنا ايه وهعمل هنا ايه؟ هقول حاجه اوفر حاجه بتساوي حاجه اوفر حاجه، نفس القصه، حاجة اوفر حاجة بتساوي حاجة اوفر حاجة. يلا بينا، سايد موجود عندي وعاوز سايد، انا محتاج الاي سي.
وعندك ايه؟ عندي 100. طب هو الـ AC بالنسبة للترينجل ده over sin 90 والـ 100 over sin 60، يبقى الـ AC تجاب خلاص؟ أيوة تجاب خلاص. اللي هو بيساوي كام؟ ده times ده over ده يطلع 115.47. تمام. بعد كده هشتغل على الترينجل التاني اللي هو الـ ADC اللي هو الأساسي. عاوز ايه وعندك ايه؟ انا عاوز الـ AD اللي هو مقدار الزيادة في الـ height of the tower. عندك ايه؟ بقى عندي الـ AC اللي هو الرقم ده اللي هو 115.47. طب هو الـ AD على ساين مين؟ على ساين 15. طيب والـ 115.47 ده على ساين مين؟ 90. لا يا مستر، على ساين 45 عشان اشتغل على الترانجل ده دلوقتي. يبقى هكتب هنا ساين 45. يبقى الـ AD اتجاب خلاص. ده تايمز ده اوفر ده يطلع بكام؟ 42.264. جماعة كان برضه بيقول لي approximate the result to the nearest meter ولا whatever ايه، يبقى كل الرقم ده هيتزاح، يبقى معنى كده ان هو approximated لكام يا جماعة؟ ل 42 meters والموضوع منتهي. يلا بينا بسم الله. رقم 3 بيقول لنا ايه؟ from the top of a house. يبقى الكلام من فين؟ من الطب، من فوق. 15 meters high. طب واحدة واحدة. The measure of the elevation angle of the top of a tower is 67 and the measure of the depression angle of its base is كذا. طب ثانية واحدة دلوقتي، من الطب بتاعت الهاوس، ثانية واحدة، ايه اللي انت رسمته ده؟ بيقول لي from the top of a house. يبقى ده مين؟ قال لي ده الهاوس، وده ايه؟ الطب بتاعته. من الطب بتاعت الهاوس الارتفاع بتاعه 15 متر. بيقول لي ايه؟ The measure of the elevation angle of a tower. اذا التاور ذات نفسه لازم يكون ارتفاعه اكتر من ارتفاع الهاوس، بدليل ان انا ببص على التوب بتاعة التاور بانجل اوف elevation. طيب فين الانجل اوف elevation؟ يبقى لازم واجب عليا ان انا اعمل horizontal ray بالمنظر ده، وبالتالي لما اجي اقول ان الانجل بتاعتنا فين؟ الانجل اوف اليفيشن بتاعت التوب بتاعته ب 67، يبقى الانجل دي ب 67. And the measure of the depression angle. الديبريشن انجل اللي هي بتاعت البيز اوف ذا تاور اللي هي دي، اللي هي دي اللي هي بتساوي كام؟ هو بيقول اهي، اللي هو بيقول لنا يا جماعه ب 67، الثانيه بكام؟ ب 35. تمام. عايز ايه؟ find the height of the tower. عاوز الارتفاع ده بيساوي كام؟ to the nearest meter. وبعدين where، بحيث the base of the tower، البيز بتاعت التاور، and the base of the house، والبيز بتاعت الهاوس، are on the same horizontal plane. شكرا كتر خيرك. يلا بينا كده نسمي الشكل اللي عندنا. مبدئيا الهاوس اهو اسمه ايه؟ B. طب ما تيجي نسمي النقطة ديت C، وادي نقطة D، وادي نقطة E. الدنيا كويسة زي الفل. يلا بينا نجمع نكمل الانجلز كلها. الانجل دي ب 90 ماشي، دي ب 35، ما دي بزيها ب 35 الترنيت انجلز ماشي. طب ما هي الانجل دي برضو ب 90 والانجل دي كمان برضو ب 90 والانجل دي ب 67. طب ما تيجي نجيب الانجل دي بالمر. يلا هي دي ب 67، قول 70 يبقى فاضل 20، يبقى 23. تمام تمام. طيب ما تيجي نجيب الانجل دي كمان بالمر. يلا بينا. طب الانجل دي بتساوي دي 35 ودي كلها 90، طب هنقول 55. جبنا الانجلز اللي في الشكل كله. يلا احلم واتمنى. دلوقتي هشتغل على انهي ترانجل؟ خلي بالك انا محتاج ايه؟ انا محتاج الهايت بتاع التاور ده، كل ده. طب السايد ده موجود في انهي ترانجل؟ موجود في الترانجل ده. وحد اجابتك وخلصنا. عندك ترانجل تشتغل عليه؟ ايوه عندي. انا هشتغل الاول على الترانجل الصغير ده علشان اجيب منه السايد ده، عشان اشتغل على الترانجل الكبير ده عشان اجيب منه السايد ده، والقصه خلصت. واشتغل بقى، وممكن اعملها باكتر من طريقه، بس دي الطريقه الايه؟ السهله اللي احنا نعرفها. يلا بينا. مبدئيا انا هشتغل على الترانجل
اللي اسمه A وادي B وادي C، وبعدين هشتغل على ترينجل هو اسمه A وادي C وادي E. يلا بينا. ونفس القصة بتاعتنا، حاجة اوفر حاجة بتساوي حاجة اوفر حاجة، حاجة اوفر حاجة بتساوي حاجة اوفر حاجة. يلا بينا. مبدئيا في الـ ABC انت عاوز ايه؟ انا عاوز الـ AC. عندك ايه عشان تجيب الـ AC؟ عندي 15. اكتب لي هنا كلمة ساين واكتب لي هنا كلمة ساين. طب هو الـ AC على ساين كام؟ على ساين 90. وال 15 على ساين كام؟ على ساين 35. يبقى الـ AC اتجاب ولا ما اتجابش؟ اتجاب خلاص، اللي هو ده تايمز ده اوفر ده يطلع 26.151. تمام، جبنا الـ AC. يلا بينا، انت عاوز ايه من ترينجل رقم 2؟ عاوز الـ AC. حاضر، ثانية واحدة. الـ AC وعندك ايه عشان تجيب الـ AC؟ عندي السايد ده اللي هو الـ AC اللي هو عبارة عن 26.151. طب ما يلا بينا. الـ AC over sin الانجل اللي قصاده اللي هي دي كلها اللي هي 35 زائد 67، يبقى معناها sin كام؟ 102. بتساوي 26 من ال 26 دي ان شاء الله اللي هو الـ AC. طب الـ AC over sin الانجل اللي قصاده في الترانجل الكبير خالص اللي هي كام؟ 23. يبقى هنا في sin 23، يبقى الـ AC اتجاب خلاص. الكلام بيساوي ده تايمز ده اوفر ده يطلع 65.465. خلي بالك ابروكسيميتد الأربعة ديت أقل من الخمسة، يبقى كل ده هيتكنسل، يبقى الكلام بتاعنا عبارة عن 65 مترز والموضوع منتهي. على فكرة واحد يقول لي يا مستر إيه يا حبيبي؟ هو ما ينفعش إن أنا عندي مدام ده عندي رايت أنجل ترينجل ينفع وعندي سايد فيه ينفع أجيب السايد ده وبعدين أجيب السايد ده؟ ينفع. يا مستر ينفع أقول إن الأنجل دي مش عارف إيه والأنجل دي بتساوي كام؟ ممكن أشتغل ترينجل ده طب ما عندي ده ب 15 وده ب 15 وأشتغل بقى على ترينجل ده وأجيب منه الحتة دي وبعدين أبقى أجيب الحتة دي وأجمعها على الحتة دي؟ ينفع. كل ده ينفع، بس احنا بنقول ايه؟ ما دام عندي اوبشن ان انا عندي اتنين ترانجلز اشتغل عليهم، واحد ترانجل مساعد والترانجل الاساسي، الترانجل الاساسي اللي فيه سايد انت مطلوب منك تجيبه، والترانجل المساعد اللي انت هتجيب فيه سايد ينفعك في الترانجل الاساسي علشان تعرف تشتغل عليه، والقصه انتهت خلاص وهي خطوه واحده زي ما انتم شايفين قدام عينيكم. يلا بينا اللي بعدها. ماشي. بيقول لي ايه؟ From the top of a tower 65 meters. بيقول the measure of the depression angles of the two points A and B on the ground were 32 and 21.12 respectively. If the point D represent the base of the tower and the A belong to B, D, find the length of the AB to the nearest meter. جماعة هو أنا عندي هنا في تاور واحد تمام، ومن فوق ببص على نقطتين، النقطتين بتوعنا دول موجودين على سطح الأرض، ببص لهم هما الاتنين بأنجلز أوف ديبريشن، بس أنا عندي حتة لخبطة صغيرة. إيه هي يا ترى النقطتين بتوعنا اللي هو مسميهم الـ A والـ B؟ الـ A والـ B on the ground، يا ترى الـ A والـ B موجودين في سايد واحد من الـ base of the tower، يعني الاتنين الناحية دي أو الاتنين الناحية دي، ولا واحدة الناحية دي والتانية الناحية دي؟ دي القصة. فهي بيقول لنا إيه؟ If the point D represent the base of the tower، الـ A اللي هي دي belong للـ BD. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي التاور بتاعنا سي أهو، مين ده عم قال ده التاور؟ النقطة دي أهي، وبعدين بيقول لي ان الـ A belong للـ BD. يعني ايه كلمة الـ A belong للـ BD؟ كلمة الـ A belong للـ BD لو دي نقطة اسمها دي وعندي A belong للـ BD، يبقى معنى كده ان نقطة الـ A اهي ونقطة الـ B اهي، علشان كده يجي يقول لي ان الـ A belong للـ BD. يبقى معنى كده ان الـ B مش موجودة ما بين الـ B والـ D؟ لا، دي الـ A اللي موجودة ما بين الـ B والـ D. يبقى الـ D represent المين؟ للـ base of the tower، ونقطة A زي ما هو قالك belong للـ BD line segment،
يبقى البي دي اهي ونقطه ايه ما بين البي وما بين الدي. واضح الكلام؟ بس عايزين نصلح الشكل بس ايه بتاع الرسمه شويه. يبقى نقطه A belong ادي نقطه B وادي نقطه الA. فين بقى يا عم الانجل اوف ديبريشن؟ سهله مبدئيا. مين ده؟ قال لي ده التاور اللي ارتفاعه كام اساسا؟ 65 meters. فين الانجلز اوف ديبريشن؟ اهي واحده وادي الثانيه. يا مستر لا، طب ثانيه واحده، لازم ارسم هوريزونتال ري بالمنظر ده علشان اقول ان الانجل دي انجل اوف ديبريشن بتاعه البي، واقول ان الانجل دي كلها انجل اوف ديبريشن بتاعه نقطه ايه. واحده صغيره واحده كبيره، خلاص خلصنا. يبقى الصغننه اللي هي الصغيره دي ب 21 12، ادي 21 12 ديجري ومينت، والثانيه ب 32 كلها ب 32 ديجريز، دي كلها ب 32. طب اصحى كده معايا، امشي كده وانزل كده وامشي كده، يبقى دي ب 32 هي كمان. طبعا الانجل دي ب 90. كمل شغل. حاضر. مبدئيا دي ب 32 ودي ب 21 12، ينفع اجيب الانجل الصغيره دي؟ ايوه. يبقى 32 ناقص 21 12 هيدلنا 11 48. هيدلنا 10 مظبوط، 10 48. تمام تمام. وبعدين طيب ما انا عندي دي ب 32، ينفع اجيب الانجل اللي جنب منها على طول دي؟ اه ينفع. 148 degrees. طب ما بالمره بقى، ما دام انا عندي دلوقتي الانجل دي ب 32 ودي ب 90، طب ما تيجي نجيب الانجل دي، يبقى هنقول ديت بكام؟ ب 58. طب ما بالمره بقى، ما تيجي نجيب الانجل الصغننه دي كمان، دي ب 148 وديت ب 10 48، يبقى الانجل الصغيره دي بتساوي كام؟ 21 degrees وكام؟ 12 minutes. على فكره ما هي الانجل الصغننه خالص اللي هي دي، لو مشيت كده ونزلت كده ودي، يبقى الانجل دي هي نفس الانجل دي الترنيت انجلز. ايه اللي انا عملته؟ انا جبت الانجلز اللي موجوده في الشكل كله. انت عاوز مني ايه؟ بيقول لي find the length of الاي بي، انا عاوز المسافه دي بتساوي كام. طب السايد ده موجود في انهي ترانجل؟ في الترانجل ده. طب الترانجل الصغير ده ما فيهوش ولا سايد، يبقى المفروض اشتغل على الترانجل ده اللي فيه سايد علشان ينفعني اجيب منه السايد ده، علشان اشتغل على الترانجل ده علشان اجيب منه الحته دي، والمساله خلصت وخلاص. يبقى معنى كده ان انا مبدئيا كده هقول ان ترانجل المساعد، طبعا عندي هنا نقطه ولتكن مثلا اسمها بقى سي من عندي، اي دي سي، اي دي سي، وبعدين هشتغل على الترانجل اي بي سي، A B C. هعمل مين اوفر مين بيساوي مين اوفر مين؟ ثانية واحدة، أهو أهو أهو. بالنسبة لترينجل A D C عاوز إيه وعندك إيه؟ عاوز الـ A C، وعندي مين؟ وعندي 65. طب هو الـ A C بالنسبة لترينجل ده على ساين 90، طب وال 65 على ساين 32؟ يبقى الاي سي اتجاب؟ ايوه اتجاب، هيساوي ده تايمز ده اوفر ده، ات ويل بي 122.66 متر. تمام. هشتغل بعد كده على ترانجل رقم 2، محتاج مين؟ محتاج الاي بي. مهم قوي تبقى انت محدد اللي انت عايزه. محتاج الاي بي وعندك ايه؟ عندي الاي سي اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو بيساوي 122.66. هكتب هنا ساين وهكتب هنا ساين. مبدئيا الاي بي على ساين 148، وبعدين ال 122 اللي احنا جبناه اللي هو الاي سي على ساين كام؟ من الاول تاني احنا قلنا الاي بي، ثواني يا جماعه، الاي بي على ساين الانجل اللي قصاده اللي هي 10 48. 10 48
بتساوي 122 which representing للAC. هو المفروض الAC على ساين الانجل اللي قصاده بالنسبة للترينجل ده اللي هي 21-12. يبقى الAB اتجاب خلاص. هعمل ده تايمز ده اوفر ده يطلع 63.558. عاوز اعمل approximation to the nearest meter. مادام الرقم بتاعي ده 5 يبقى هيكنسل بس يزود اللي قبل منه 1، يعني يطلع بكام يا جماعه؟ 64 meters. والقصه انتهت. مهم يا جماعه قوي 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 ان انا ابقى عارف مين فين، انا محتاج ايه وعاوز ايه. انا محتاج السايد ده يبقى اللي عليه. وبعدين مهم برضو في نفس القصة ان انا اشوف الترينجل المناسب اللي انا بشتغل عليه. وكل سايد يعني عندي السايد ده يعتبر سايد مشترك، انا شغال هنا يبقى السايد ده اوفر ساين دي، انا شغال هنا يبقى نفس السايد ولكن اوفر ساين الانجل دي. دي قصة. القصة التانية برضو مهم ان انا اعمل ابروكسيميشن، مش وانا شغال، لا بعمل ابروكسيميشن مرة واحدة بس في نهاية المسألة. يعني مش هعمل ابروكسيميشن هنا، لا، في نهاية المسألة بيتعمل ابروكسيميشن واحد بس. وبيقول هنا جماعة from a point on the ground level ground surface the measure of the elevation angle of the top of a tower كذا when the observer walked a distance 57 meters on a straight horizontal towards the base of the tower he found that the measure of the angle of elevation بقت كذا. على فكرة احنا حلين واحدة زيها بالظبط. يعني انا عندي تاور وفي واحد بيبص على التوب بتاعة التاور، لقاها بكام مبدئيا؟ كانت 25. وبعدين when the observer walked a distance مشي شوي، مقدارهم كام؟ ادي 57. لأن الانجل اتغيرت وده أكيد، لأن الانجل بقت كام؟ 52-30. ادي 52-30. تمام؟ عايز ايه حضرتك؟ عاوز الـ height of the tower. طب ما عادي جدا خالص، برضو هنجيب الانجلز اللي موجودة في الشكل كله. المفروض هشتغل على الترينجل ده رقم واحد عشان اجيب السايد ده، عشان اشتغل على الترينجل ده علشان اجيب السايد ده which representing المين للهايت اوف ذا تاور. ونونيد ان انا اشتغلها، دي نفس السؤال اللي احنا حليناه. يلا بينا. ها بيقول لي a lighthouse اللي هو المنار او ولا الفنار ده يعني of height 60 متر is constructed on a hill near seashore. ماشي، يعني اللايت هاوس او الفنار ده مبني اساسا على هضبه. طيب بقول لك ايه مبدئيا، يعني كده هفترض ان هي دي الهضبه وفي لايت هاوس مبني عليها، ارتفاعه كام نفسه؟ بيقول لنا 60 متر. بالراحه بقى كده، a lighthouse of height 60 متر constructed مبني او منشوق on a hill على هيل هضبه near seashore قريب من مين؟ من شاطئ البحر. the elevation angle of the top and the base of the lighthouse، ما هي دي التوب اوف ذا لايت هاوس ودي البيز اوف ذا لايت هاوس، فبيقول لي the angle of elevation بتاعتهم هما الاثنين were measured اتقاست ماشي from a boat من مركب on the sea level. طب بما ان ده كده سطح البحر يبقى معنى كده ان الانجل اوف اليفيشن بتاعه البيز اهي والانجل اوف اليفيشن بتاعه التوب برضو اهي، كانت بكام؟ قال لنا بكذا وبكذا. ثانيه واحده، فين الهوريزونتال؟ ادي الهوريزونتال. الانجل دي انجل اوف اليفيشن بتاعه البيز اوف ذا لايت هاوس، وادي الهوريزونتال والانجل دي كلها الانجل اوف ذا اليفيشن بتاعه التوب اوف ذا لايت هاوس. مهم قوي ان انا اقعد افسر الاحلام كده واحده واحده. الانجل الصغيره كانت 45 اللي هي بتاعه البيز، والثانيه بكام يا جماعه؟ قال لي ب 70. ماشي، عايز ايه؟ فايند ذا هايت اوف ذا هيل. ما هي ديت الهيل دي؟ تمام، above the sea level to the nearest meter. حاضر، الموضوع منتهي بالنسبة لي تماما. يلا بينا.
سميه. ادي A، ادي نقطة B، ادي C، ادي D. الانجل دي بتسعين. طب الانجل دي بخمسة واربعين، يبقى دي زيها بخمسة واربعين. طب الانجل اللي جنب منها ديت مجموعهم بمية وتمانين، يبقى دي بمية خمسة وتلاتين. طب الانجل دي بخمسة واربعين ودي كلها بسبعين، يبقى الانجل دي بخمسة وعشرين. طب الانجل دي بخمسة وعشرين ودي بمية خمسة وتلاتين، يبقى ديت بتساوي عشرين. جبنا الانجلز اللي موجودة في الشكل كله. عندك سايد؟ اه الحمد لله. طب ما يلا بينا اضرب عينك كده على الترينجل اللي فيه سايد. عندي سايد اهو، يبقى معنى كده انا هشتغل على الترينجل ده عشان اجيب السايد ده، عشان اشتغل على الترينجل ده عشان اجيب السايد ده، والسلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت الموضوع، ماشي الكلام؟ طيب يبقى معنى كده انا هشتغل الاول على الترينجل مين، وبعدين هشتغل على الترينجل مين. هشتغل على ترينجل اي بي دي، وبعدين هشتغل على ترينجل بي سي دي، وبعدين حاجه اوفر حاجه بتساوي حاجه اوفر حاجه، حاجه اوفر حاجه بتساوي حاجه اوفر حاجه. يلا بينا نغير الآلة. بالنسبه ترينجل اي بي سي، عندك ايه وعاوز ايه؟ عاوز البي دي، يلا هاته. عندك ايه منه؟ عندي 60. طب هو اساسا البي دي اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هي ساين 20. طيب وال 60 اوفر ساين 25، يبقى البي دي بيساوي ده تايمز ده اوفر ده، يطلع بكام؟ 48.55. شوف ماشي، متر. جبنا البي دي، ايوه جبنا البي دي. عايز ايه؟ انا عاوز البي سي بعد اذنك. حاضر، ادي البي سي. هناخد ده اللي هو 4.8557. ولو تاخدوا بالكم انا بكتب الرقم بعبله زي ما هو، ما بعملش ابروكسيميشن ولا اي حاجه، انا بقرب في اخر خطوه في المساله. طب البي سي اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هي ساين 45. طب وال 48 اوفر ساين كام؟ ساين 90. يبقى معنى كده ان البي سي هيساوي كام؟ 34.335. يبقى الكلام ده ابروكسيميشن، كان عاوز برضه تو ذا نيرست متر، ده اقل من الثلاثه بيتكنسل، يبقى 34 متر. شكرا. على فكره ممكن تكون المساله محلوله ورا بطريقه ثانيه عادي جدا، او بحروف تانية عادي جدا، حط التاتش بتاعك مفيش مشكله. زي ما انت شايف انا اهم حاجه عندي ان انا برسم المساله بتاعتي صح. رسمتها صح حلها بقى باي طريقه. انا عاوز سايد في الليله دي كلها، واهم حاجه تحدد انت عاوز ايه والمتاح في ايدك ايه. يلا بينا واحده تانية. بيقول لي رقم 7، from the top of a rock، صخره 80 متر هاي، ارتفاعها 80. يبقى الكلام من فوق الصخرة دي اهو، ارتفاعها كام؟ 80 متر. والكلام من فين؟ الكلام من فوق. ايه اللي حصل؟ The angles of depression of the top and the base of a tower. Angle of depression of the top and the base of a tower. يبقى انا ببص على التوب بتاعت التاور بديبريشن، وببص على البيز بديبريشن، يبقى التاور ده المفروض ان هو مستواه اقل من مستوى الصخره نفسها. يبقى معنى كده مين ده؟ قال لي ده التاور. ومين ده؟ قال لي دي الروك. وده ايه؟ التوب اوف ذا روك. وده مين؟ التاور. ده مين؟ توب اوف ذا تاور. دي مين؟ البيز اوف ذا تاور. دي مين؟ البيز اوف ذا روك. من الاول from the top of a rock 80 متر. حاضر، يبقى الكلام من هنا بدايتنا. The angles of depression of the top and the base of a tower. يبقى معنى كده انا برصد التوب of the tower، برصد البيز of the tower بانجلز of depression. ظبط امورك يا مستر. يبقى لازم اطلع من هنا horizontal ray على اساس ان انا اقول له ان انا عندي الانجل دي angle of depression بتاعت التوب of the tower، والانجل دي كلها
angle of depression بتاعت ال base of the tower. واحدة منهم بكام والتانية بكام؟ واحدة منهم باربعة وعشرين. طب دي كلها بخمسة وتلاتين. طب ما تيجي نشيل خمسة وتلاتين من الاربعة وعشان اجيب الانجل دي على طول تبقى بحداشر. الله دنيا كويس. عايز ايه حضرتك؟ if the base of the tower and the rock والrock كمان are on the same horizontal level. شكرا. calculate the height of the tower. عاوز الهايت ده بيساوي كام؟ to the nearest meter. حاضر يا عم. على فكرة الموضوع بعدها مو تقيل. الموضوع خلص يعني. هنا A هنا B هنا C هنا D انجل 90. تمام. يلا بينا نطلع الانجلز كلها. يلا. هي مش دي كلها ب 35؟ لو مشيت كده نزلت كده نزلت كده يبقى الانجل دي كمان ب 35. طب ما هي الانجل دي ب 90. طب دي ب 35 يبقى دي بتساوي كام؟ 55. طيب ما دي ب 55 ودي ب 11 ينفع اجيب الانجل دي بالمره؟ ينفع. 114. طيب دي ب 35 ما دي برضه هتساوي كام؟ 55. جبنا الانجلز يا مستر اللي في الشكل كله، ألف مبروك عليك. طب وبعدين؟ هشتغل على اتنين تراينجلز، واحد أساسي وواحد مساعد. الأساسي أهو عشان يجيب لي الإيه؟ الهايت أوف ذا تاور. واللي فيه سايد ده هسميه واحد علشان أجيب السايد ده، عشان أشتغل على التراينجل ده، علشان أجيب السايد ده، وسلام عليكم. وعليكم السلام. المسألة خلصت خلاص. يبقى هقولها أورال ومش هحلها. إن تراينجل أي بي سي هجيب منه السايد ده. وبعدين ان تراينجل اي دي سي علشان اجيب منه السايد ده which representing المين للهايت اوف ذا تاور وهيطلع ب 29 متر. خلاف كده غلط. اللي بعده رقم 9 مظبوط ولا ايه؟ الحسبه صح كده ولا ايه؟ مش كده؟ ازاي مش صح؟ طب نرجع لها تاني عشان بس ايه؟ في ناس بتقبل اهو 4 و6 10 يعني 3 و6 هتبقى ايه 179 حتى ما تلقش يعني مش كده؟ اللي بعد 9 بيقول لنا ايه؟ from a point on the ground level ماشي the elevation angle of... تاني انا مش هكملها بصراحة. from a point on the ground level the elevation angle of the top of a tower was measured كذا to be كذا when horizontal was the base of the tower 55 متر the measure اتغيرت وبقت كذا عاوز الهايت اوف ذا تاور نفس المسألة اللي فاتت مع تغيير الارقام. 10 from the top of a hill لا الكلام من فوق بقى ايه الكلام اتغير كده ادي الهيل اهي from the top of a hill a man found that depression angles of the top and the base of a tower لا ثانيه واحده يبقى معنى كده ان التاور ارتفاعه اقل من الهيل نفسها ليه ان شاء الله لان هو بيقول from the top of a hill من هنا أنا برصد a man found that the depression angles of the top and the base of a tower يبقى ده التاور يبقى معنى كده إن من التوب اوف ذا هيل ببص على التوب اوف ذا تاور وببص على البيز اوف ذا تاور بانجلز اوف ديبريشن كانت كام وكام؟ استنى لما نحددهم الأول يا باشمهندس لازم نعمل هوريزونتال لاين بالشكل ده طب الانجل دي انجل اوف ديبريشن بتاعت التوب اوف ذا تاور والانجل دي انجل اوف ديبريشن بتاعت البيز اوف ذا تاور حلو الكلام جدا واحده منهم بكام والثانيه بكام واحده منهم ب 22 ودي كلها ب 30 يبقى الانجل دي بتساوي 8 وبعدين if the height of the tower 50 ادي الارتفاع بتاع التاور 50 calculate the height of the hill عايز الهايت ده بيساوي كام to the nearest meter. انا خلصت المسألة خلاص. يلا بينا نطلع الانجلز. لو سميناه A وهنا B وهنا C وهنا D الانجل دي ب 90 مبدئيا الانجل دي ب 30 يبقى لو مشيت كده مشيت كده مشيت كده يبقى الانجل دي كمان بكام يا جماعة؟ ب 30 يبقى الانجل دي بكام يا جماعة؟ ب 60 طيب الانجل دي كام يا جماعه 90 يبقى الانجل دي بكام ب 60 طب دي ب 60 ودي ب 8 يبقى الانجل دي بتساوي كام 112 تمام تمام يلا بينا هنشتغل على مين عشان نجيب مين
انا شايف هشتغل على الترينجل اللي فيه سايد اللي هو ده، يبقى ده رقم واحد عشان اجيب السايد ده، عشان اشتغل على الترينجل ده عشان اجيب السايد ده، والمسألة انتهت، وبرضو باستخدام الساين رول والقصة انتهت زي ما انت شايفين. ترجمنا السؤال لرسمة هندسية، طلعنا الانجلز اللي موجودة، حددنا احنا عاوزين نشتغل على انهي ترينجل. حضرتك هتشتغل على الترينجل اللي فيه سايد علشان تطلع سايد موجود في الترينجل الاساسي اللي انت عاوز تشتغل عليه عشان تجيب الريكوايرد بتاعك. قصة خلصت. رقم 11 بيقول لنا ايه؟ A tower of height 100 meters stands on a hill. قماش عادي يعني في تاور محطوط على هضبة. From a point on the ground in the same horizontal plane containing the base of the hill, the measure of the elevation angles of the top and the base of the tower are كذا وكذا. Find the height of the hill to the nearest meter. طيب بقول لك ايه؟ أنا هقول لك دلوقتي مثلا يعني إن دي الهيل. ماشي. وهقول ان التاور اللي منشوق عليها اهو ده التاور. ماشي. وهقول لك ان ده سطح الارض. ماشي. التاور اوف هايت 100، ارتفاع التاور ده كان 100. From a point on the ground in the same horizontal plane containing the base of the hill. ايوه، ما هي دي كده تعتبر البيز بتاعت الهيل، ودي نقطة موجودة على نفس البيز بتاعت الهل. The measure of the elevation angles of the top and the base. ما هي دي تعتبر التوب of the tower، والنقطة دي تعتبر البيز of the tower. يبقى معنى كده ادي angle of elevation بتاعت البيز، ودي كده تعتبر angle of elevation بتاعت التوب of the mean of the tower. كانت بكذا وبكذا. الصغيرة 46 والكبيرة كلها 76، يبقى المتبقي هنا كام يا جماعة؟ 30. انجل دي بكام يا برنس؟ ب 90. طب الانجل دي بكام يا جماعة؟ ب 44. طب اللي جنب منها بكام يا جماعة؟ ب 100 136. طب ما بالمرة الانجل دي بتساوي كام؟ 14. احنا كده خلصنا كل حاجة. يلا بينا. A B C D. مطلوب ايه؟ Find the height of the hill. عاوز ده بيساوي كام؟ بتهيألي كلام بقى ايه؟ بقى لذيذ قوي يعني. هشتغل على انهي تراينجل؟ هنا. ليه؟ عشان فيه سايد. واحد. عشان اجيب مين؟ عشان اجيب ده. ليه؟ عشان اشتغل على الترانجل ده. ليه؟ عشان اجيب السايد ده. وبعدين خلاص المسألة خلصت. خلاص. اللي بعده. 12 بيقول لنا From the top of a tower of a height 74 the depression angles of the top and the base of a building. بتهيألي برضو هنرسمها برضو. لو انا عندي ده التاور. From the top of a tower. الكلام من فوق. ارتفاعه 74 meters. The depression angles of the top and the base of a building. أي building. أي مبنى. بس المبنى ارتفاعه أقل علشان ببص هنا بdepression وببص هنا بdepression. حدد بقى. يبقى لازم اعمل كده horizontal ray علشان اقول الانجل دي angle of depression بتاعت top of the building، والانجل دي كلها angle of depression بتاعت base of the building. كلام جميل. كانت بكام وبكام؟ 25 و36. طب ما يلا بينا. يبقى الصغنونة ب 25 والكبيرة ب 36، يبقى دي ب 11 على طول. يلا سرع. Find the height of the building. مين البيلدينج ده؟ اللي هو ده. To the nearest meter, knowing that the base of the tower of that of the building lie on the same horizontal plane. Okay, خلاص الموضوع انتهى. ديت لو سميتها ايه؟
وديت لو سميتها بي وديت لو سميتها سي وديت لو سميتها دي. تعال نطلع اول خطوه ايه، طلع الانجلز اللي موجوده في الشكل كله 90. طب لو مشيت كده ومشيت كده ومشيت كده يبقى الانجل دي الترنيت مع الكبيره اللي هي 36. طب ما الانجل دي ب 90 يبقى ديت بتساوي كام؟ 54. طب ما دي 54 ودي ب 11، ينفع اجيب الانجل دي ولا ما ينفعش؟ ينفع. كام؟ 115. الانجل دي 90 دي 36 ديت 36، يبقى المفروض ان الانجل بتاعتنا دي بتساوي 90 - 36 هيطلع 54. جبنا كل حاجه موجوده ايوه وسميناه ايوه. فين السايد اللي انا هشتغل عليها؟ عندي سايد اهو. انت عايز ايه؟ انا عايز بتاع ده. طب السايد ده موجود في الترانجل ده، ما فيهوش ولا سايد، يبقى انا هشتغل الاول على الترانجل ده علشان اجيب السايد ده، عشان اشتغل على الترانجل ده علشان اجيب السايد ده، علشان اقول المساله خلصت خلاص. اللي بعده 13 بيقول لنا ايه؟ From a point on the ground the elevation angle of the top of a tower. From a point on the ground. Oh, the elevation angle of the top of a tower was measured to be كذا. When the والله ما انا مكملها. مش هكمل السؤال ده. اللي بعده. From the top of a mountain. Oh, يبقى الكلام من فوق ايه؟ الجبل. طيب ادي الجبل اهو. الماونتن اهو. From the top of a mountain يبقى معنى كده ان الكلام من فوق. We observe بنلاحظ the angle of depression of the top and the base of a tower. ادي التاور اهو، ده الجبل وده التاور. ببص على التوب بتاعت التاور والبيز بتاعت التاور بانجلز اوف ديبريشن. طيب ادي انجل اوف ديبريشن وادي انجل اوف ديبريشن وادي هوريزونتال ري عشان احدد مين فين. مبدئيا كده الانجل دي الصغننه اللي هي ب 15 تمام، والانجل الكبيره ب 26 يبقى دي بتساوي كام؟ 11. طيب if the height of the tower 20، ارتفاع التاور 20 تمام. Calculate the height of the mountain. اهو عاوز اجيب الهايت بتاع الماونتن بكام؟ To the nearest meter. Knowing that the base of the tower ايوه والbase of the mountain والbase of the mountain are on the same horizontal plane على نفس الخط. قصة خلصت. تعال نسميها. يلا. A B طب C طب D. طب الانجل دي ب 90. طب الانجل دي كلها ب 36 سوري ب 26 مش كده؟ يبقى دي ب 26. يبقى الانجل دي ذات نفسها بتساوي 64. طب ما هي الانجل دي برضو المفروض بتساوي 90 يبقى ديت برضو ب 64. طب ما الانجل دي ب 11 وديت ب 64 يبقى الانجل دي بتساوي 105. تمام تمام جبنا الانجلز كلها، هشتغل على مين عشان اجيب ايه؟ هشتغل على ترانجل اللي فيه سايد ادي واحد عشان اجيب مين؟ عشان اجيب ده. عشان اشتغل على مين؟ عشان اشتغل على ده. عشان اجيب مين؟ عشان اجيب ده. والموضوع منتهي برضو. 15 نقطة. A man observed a house at a point B on the other side of the river at 20 north east. North east. North east. North east. ماشي. When a man walked a distance of 300 meters parallel to the side of the river towards the east. يبقى الايست ده الايست ده اتجاه الريفر. يعني معنى كده ان الريفر كده. يبقى لو مشيت في اتجاه الايست يبقى هو ده. ليه؟ ما انا ممكن ارسم لك الريفر بالشكل ده وممكن ارسم الريفر بالشكل ده. لو انا مشيت في اتجاه الايست parallel للسايد اوف ذا ريفر هل الكلام ده ينفع؟ لا. لكن لو مشيت في اتجاه الايست هنا ولا هنا ده كده parallel للريفر اه، يبقى انهي شكل الاصلح؟ هو ده. ده غلط. يبقى معنى كده مبدئيا كده ان انا هعمل ايه؟
ان انا هرسم الريفر بتاعنا بالاسلوب ده. ادي الريفر اهو. تمام؟ تمام. مش تمام قوي. نرسم كده خط محترم. وادي نقطة. دي كده الراجل. From a point A. ادي نقطة اسمها A. On a side of a river, a man observed the house at a point B on the other side of the river. حاضر. ادي نقطة اسمها B. 20 north of east. ثانية واحدة. لو انا حضرتك عملت كده east, west, north, south. يبقى النقطة B موجودة north of east. North of east 20. دايما الانجل تتحط مع الدايركشن التاني. يبقى هنا 20. تمام. When the man walked a distance of 300 meter parallel to the side of the river towards the east. يبقى هو مشي 300 متر ناحية الايست. He arrived to a point C. وصل لنقطة اسمها C. From where, منها عندها, he found that the point B became at a direction 46 degrees north of east برضو. يبقى معنى كده لو انا عملت الدايركشن بتاعتي بيقول لي ادي east, west, north, south. يبقى الانجل دي 46. North of east 46 الدايركشن التاني. عايز ايه؟ Find the width of the river to the nearest meter, knowing that the two sides of the river are parallel and that the point A, B, and C, A, B, and C are on the same horizontal plane. أنا خلصت القضية. هو كان مشي قد إيه؟ مشي 300 متر. عايز إيه حضرتك؟ قال أنا عاوز الويث اللي هو perpendicular line segment اللي هو ده. طب ما تيجي نسميها مثلا نقطة دي. قوي قوي. ما تيجي نجيب الانجلز المتبقية. يلا بينا. دي 46 يبقى الانجل الصغننة دي 44. دي 46 خلاص بقى مش عايز الشرطة دي. دي 46 يبقى الانجل دي كلها it will be كام؟ 134 degrees. 134 degrees. طب الانجل دي بالمرة بتساوي كام؟ 26. جبنا الانجلز كلها. يس. هشتغل على مين علشان اجيب ايه؟ يلا بينا اشتغل بقى براحتك. انا هشتغل الترينجل اللي فيه سايد واحد عشان اجيب السايد الامور ده. عشان اشتغل على الترينجل ده. عشان اجيب الحتة دي. مستر نعم. ما ينفعش اشتغل على الترانجل ده واجيب منه السايد ده وبعدين اشتغل على ترانجل A B D كله عادي يعني. It's not big deal يعني. طيب خلينا زي ما احنا A B C وبعدين B D C. مين اوفر مين هيساوي مين اوفر مين؟ مين اوفر مين هيساوي مين اوفر مين؟ بالنسبة للترينجل الأولاني ده أنا عايز البي سي وعاوز وعندي 300. طيب هو البي سي أساسا أوفر ساين 20 وبعدين 300 على ساين 26 يبقى البي سي اتجاب. أيوه اتجاب. ده تايمز ده أوفر ده يطلع 0.062. اوكي. طيب بعد كده هشتغل على ترينجل بي سي دي اللي هو ده. تمام؟ تمام. عايز ايه؟ عاوز البي دي. عندك ايه؟ عندي ده اللي هو 2 3 4.06. طب هو البي دي اوفر ساين 46 والسايد اللي انا جبته ده اوفر ساين 90 يبقى البي دي اتجاب خلاص. هعمل ده تايمز ده اوفر ده يطلع 168.370
3.70. يبقى معنى كده هو كان بيقول approximate ولا مش approximate. لو هو approximated يبقى ده كله هيكنسل، يبقى 168 meters والموضوع منتهي. اللي بعده 16. From the top of a house of height 2 meters, the elevation angle of the top of a tower was measured to be. مسألة ديت يا جماعة مش 2 متر، ديت I think إن هي 46 meters. تمام؟ The elevation angle of the top of a tower was measured. تمام؟ And found to be 15. And the measure of the depression angle of the base of such tower, نفس التاور, 30. Find the height of the tower and the horizontal distance between. حاضر. دلوقتي ده كده المفروض ان ده الهاوس اللي اساسا ارتفاعه 46، والمفروض ان انا عندي ده التاور المفروض الانجل اوف اليفيشن اوف ذا توب اوف ذا تاور انجل اوف ديبريشن اوف ذا بيز اوف ذا تاور. ادي الهوريزونتال ريل اللي لازم تترسم. انجل اوف اليفيشن بتاعته كانت ب 15، والانجل اوف ديبريشن بتاعته كانت ب 30. انا خلصت القضيه بتاعتنا، يلا بينا. يلا هسمي هنا A وهنا B وهنا C وهنا دي. دي 90 ودي كمان 90. طب دي 30 يبقى دي 60، يبقى دي 90، يبقى دي 30، يبقى دي 60. طب دي 15 90 يبقى دي 75. كل الدنيا تحت رجليك خلاص. يلا احلم واتمنى. هنا هشتغل على ترانجل اي بي سي عشان اجيب الاي سي، علشان اجيب الهايت اوف ذا تاور اللي هو ده. يبقى هشتغل على ترانجل مبدئيا اي بي سي، وبعدين هشتغل على الاي دي سي. يلا بينا يلا بينا. مبدئيا كده سايد انا عايزه في الاي بي سي اللي هو اي سي. اي سي على ساين الانجل اللي قصاده اللي هي ساين 90 هيساوي سايد اوريدي موجود اللي هو 46 على ساين الانجل اللي قصاده اللي هي ساين 30. يبقى الاي سي هيساوي ده تايمز ده اوفر ده يساوي كام؟ 92. واحد يقول لي اما ستار مش ده 30 وده 90، يبقى المفروض الهايبوتلس بيساوي دبل. ماشي كل ده حلو قوي صح طبعا. مش المفروض الانجل قصاد ال 30 هاف الهايبوتلس ده ب 46 وده ب 92 على طول؟ انا موافق جدا، ما عنديش مشكله خالص. كل اللي انتوا بتقولوه ده صح عادي وصح تمام. بس انا بشتغل على ايه؟ ان لو مفيش سبيشال انجلز هعمل كده. يعني لو الانجل دي ب 20 ولا ب 13 وربع ولا 35 الا التمن هعمل ايه؟ هقول بقى نص الهايبوتلس والكلام ده؟ لا انا بشتغل بسيستم واحد وخلاص. طيب اجي اشتغل على ترانجل اي دي سي، انا محتاج الدي سي. الدي سي اوفر ساين الانجل دي كلها اللي هي ساين 45. بتساوي سايد اوريدي موجود او بقى موجود اللي هو 92 على ساين الانجل اللي قصاده اللي هي ساين 75. يبقى الدي سي ده تايمز ده اوفر ده يطلع 67.348. طب يا جماعه كان هو كان بيقول لي فايند وات. خلي بالك ان هو كان عاوز فايند ذا هايت اوف ذا تاور. جبنا الهايت اوف ذا تاور اللي هو طلع بكام to the nearest meter اللي هو يعتبر 67.348 67 وخلاص متر. ده رقم واحد. رقم اتنين
كان طالب مني كمان حاجة كمان. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the house. عاوز الهوريزونتال ديستانس بين التاور والهاوس. يبقى هو يعني بي السايد ده يعني. طب ما هو البي سي ده سهل جدا ان احنا نجيبه. هو البي سي دوت بايثاغورس شغال. الانجل دي ب 30 وممكن اجيب ان مدام دي ب 30 وجبت السايد اي سي ب 92 ينفع اجيب السايد ده شغال. كل الحاجات دي كلها معايا متاحه. وكان ممكن اشتغلها من الساين رول من هنا ان انا هقول ان الاي سي اوفر ساين ده بيساوي 60 اوفر ساين ده بيساوي 30 او 46 اوفر ساين 30 والموضوع برضو منتهي. بس هو الرقم ده الاثنين عشان كده الانسر هنا يا جماعه مختلفه. بس هي لو انا اشتغلتها ب 46 هيطلع لي بالرقم اللي قدامكم ده. لو ب 26 اي ثينك يعني لو هي 26 كان هتطلع بالرقم ده. ايا كان اهم حاجه ان الهايت بتاع الهاوس مش ب 2 لا هو يا ب 46 يا 26 مفيش مشكله. الديبانس على او اكوردنج للي انا كاتبه دلوقتي ده تطلع بالانسر دي. 17 بيقول لنا ايه يا شباب؟ From the top of a tower it was found that the depression angles of the top and the base of a minaret. Depression angles يبقى معنى كده ان التاور ارتفاعه اعلى من البيلدينج ده. ليه؟ ببص هنا بديبريشن وببص هنا برضو بديبريشن وبرضو نفس القصة ادي الهوريزونتال ري. يلا بينا. مين الطويل ده قوي؟ ده اللي هو التاور. ومين ده يا جماعة المفروض ان ده المانوريت هي المأذنة يعني. تمام؟ equals 37 ماشي. طيب يبقى from the top of a tower يبقى الكلام من فوق. It was found that the depression angles of the top and the base of a minaret are 32 يبقى الصغيرة دي ب 32 و 57. طيب 57 minus 32 يدلنا كم؟ 25. كم؟ 25. الانجل دي يا جماعة ب 90. طب همشي كده همشي كده همشي كده يبقى الانجل دي كلها ب 57. طب ما الانجل دي برضه يا اولاد ب 90 يبقى الانجل الصغنونه دي ب 33. نراجعهم بقى تاني كده 33 57 مظبوطين كده 113. دي بقى نشوفها كام بقى بالمره. 122 degrees كده المساله. I think ان هي اتظبطت. تمام. يلا بينا نشوف هنا A وهنا B وهنا C وهنا LD. في سايد موجود بيتهيألي على اساس ان هو بيقول لي if the height of the minaret بتساوي 37 ده كده ب 37 meters. يبقى هشتغل على الترينجل ده علشان اجيب السايد ده علشان اشتغل على الترينجل ده علشان اجيب الهايت ده اللي هو هيطلع في النهايه ان شاء الله كام يا جماعه؟ 40. طبعا 17 مساله مقالي ده رقم كبير. انا اصريت ان انا احلهم كلهم او على الاقل ارسمهم كلهم علشان ايدك تتدرب. يعني بما ان انا رسمت لك 17 مساله ده بالاضافه للمسائل اللي احنا حليناها في اصل الدرس بتاعنا تمام؟ يبقى معنى كده ان احنا عندنا بنك من الاسئله وبنك من المعلومات. لو انت قريت وقارنت الرسم بالقرايه الموضوع بالنسبه لنا خلاص هيبقى تمام. اشوفكم على خير في درس جديد. السلام عليكم.